مبشوطة الجنوبية حفلا تم فيه توزيع نسخ من مصحف بوصيرة الإلكتروني بصيغة برايل لصالح مجموعة من المكفوفين كانت قد شاركت في مسابقة جائزة عبد الله المطوع للقرآن الكريم وعلومه. المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي حيا هذه المبادرة الرامية لتمكين الجميع من حفظ كتاب الله العزيز، وقد تميزت فعاليات هذا النشاط العلمي بكلمة لرئيس مركز تكوين العلماء والمدير العام للمركز ممثل هيئة عبد الله المطوع الكويتية، بينت أهمية هذه المبادرة. شهدت مقاطعة الإكسر بولاية نواكشوط الغربية صباح اليوم فعاليات يوم التربوي